وأكد الرئيس السيسي أن معدلات التقدم للالتحاق بالجيش والشرطة لم تتوقف. وقال الرئيس السيسي أنه تم الاستمرار بنفس المعدلات بل زادت. ومعدلات التقدم في الجيش والشرطة لم تتوقف لحظة في أصعب الأوقات. في أصعب الأوقات وفي أكبر نسب خسائر تحققت لم يتوقف أبدا لا جندي ولا ضابط صف ولا ضابط. نفس المعدلات هي ويمكن زادت. وأنا مش مبالغ لما بقول لكم كده، يمكن تكون زادت. فالحقيقة يعني الشعب اللي يعمل كده ده بيبقى كرم من ربنا ولازم ربنا كمان يساعده.